أول النهاردة حاجة معانا هننزل المكونات على الشاشة ونقول مع بعض مكونات الأكلة الأولانية، وهي البطاطس اللي باللحمة المفرومة اللي هندخلها الفرن وهنعملها بطريقة حلوة جدا. يلا بينا، معانا كيلو إلا ربع من البطاطس مقطعينه شرايح ومقسمينها اتنين، ومعانا نص كيلو من الجزر، والجزر هنا اختياري نقدر نشيله ونقدر نحطه. أنا ليه ضفت الجزر؟ أنا جربتها بالجزر لقيتها حلوة جدا، بتديها تسكيرة حلوة وبتديها طعم حلو قوي. دي إضافة من عندي لو أنت مش حابة تضيفيها. ومعانا زبدة وزيت ونص كيلو من اللحمة المفرومة وملح وفلفل أسود وبابريكا وزعتر وتلات فصوص من الثوم، وكمان معانا معلقة كبيرة من الصلصة أو معلقتين على حسب اللي أنت عايزاه في اللحمة المفرومة على حسب الكمية، وكمان معانا مية مغلية، ومعانا الجبنة بتاعتنا، ومعانا بولة من البقدونس عشان نزين بيها الوش. يلا بينا نقول بسم الله ونحط معانا الوك على النار، ونجيب كده حبة من الزيت. الخطوة دي مهمة جدا نعملها عشان خاطر دي التسوية بتاعت البطاطس اللي احنا هنساوي البطاطس ثلاث ارباع سوا. نجيب معانا كده خشب، معلقه، نحط كده مكعبين من الزبده اهو، وننزل البطاطس بتاعتنا كده واحده واحده عشان نديها الصدمه واللون الحلو والطعم الحلو اللي احنا هناكله اهو. نعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ناخد البطاطس بتاعتنا بقى كده وننزلها واحده واحده، بسم الله. خلي بالنا لو في ميه في البطاطس عشان خاطر ما نتلسعش اهو. كميه البطاطس دي تعمل لك صينيه بطاطس حلوه جدا تكفي بقى من اربع لخمس افراد في البيت طبعا. ولسه هنحط كمان الجزر، فيعني هي كميه حلوه قوي. طيب احنا هنشوح كده اهو، شايفين الشكل دي اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل الجزر. احنا بس كده ايه، خلينا البطاطس بتاعتنا تاخد شويه من الزبده، وهناخد الجزر بتاعنا، وقلنا ده اختياري. قلب تقليبه اهو. عايزه اقول لكم الجزر فيه فوائد كتيره جدا، فانا بحب ادخله في اي وصفه معايا فيها خضار لاني كمان بستمتع بطعمه. هنحط الزعتر، معلقه كده حلوه، وهنحط بقى البابريكا، والبابريكا انا بزودها شويه لانها بتديني لون وطعم حلو قوي للبطاطس اهو. وهنحط معلقه صغيره كده من الملح اهو، وشويه صغيرين من الفلفل الاسود كده. كل التوابل اللي احنا هنطعم بيها البطاطس بتاعتنا شايفين. ولسه طبعا احنا هنضيف للحمه المفرومه بتاعتنا توابل، فاحنا محتاجين ان احنا ما نحطش كميات كبيره قوي عشان ما يبقاش الاكل تقيل علينا زي ما قلنا اهو. شايفين بقى لون البطاطس كده بدا يتغير ويدينا اللون الحلو ده، مع التحميره بقى اللي هناخدها مع الزبده هتبقى تحفه. تسلم اهو، ريحتها خطيره اهو بالشكل ده. طيب انا هسيبها تتشوح واقوم عامله معاكم ايه، نبدا في اللحمه المفرومه على طول، لان دي هتاخد زي ما قلنا وقت على النار عشان خاطر تاخد سوا ثلاث ارباع سوا زي ما قلنا. فهنبدا على طول كده في اللحمه المفرومه وننزل بالمكونات بتاعتها على الشاشه ونقولها مع بعض. يلا نعلي النار ونجيب الووك اهو، ونقول المكونات مع بعض. احنا فين مكونات اللحمه المفرومه؟ قلناها، احنا قلناها. طب هنقولها مع بعض كده شفوي تاني ماشي. اول حاجه اللحمه المفرومه، البصل بتاعي اللي متقطع صغير، من معلقتين لثلاث معالق من الصلصه، معايا بصل متقطع صغير، البصل الاخضر مش البصل العادي تمام.
معانا البابريكا، معانا الثوم، معانا الفلفل الاسود والجبنه والبقدونس للتزيين، وطبعا على وش الصينيه بتاعتي. طول ما احنا واقفين كده نرجع للبطاطس ونشوح. تمام اهو بالظبط كده اهو، شايفين حلوه جدا وريحتها مش قادره اقول لكم. طيب احنا الوكع معانا هنا بيسخن، هنعمل ايه؟ هنجيب معلقتين من الزيت على معلقتين من الزبده. ناخد دي ولا ناخد حاجه تانيه؟ في ناس بتحطها كده من غير ما تحط سمنه او زبده او زيت وتبدا تدي صدمه للحمه، انا بعمل نفس الطريقه بس انا بحب اضيف الزبده عشان تديني طعم حلو للحمه. لو انت جايبه حته لحمه مفرومه الدهون فيها مثلا 15% 20% ما تحطيش دهون خالص. لو انت متاكده ان انت جايبه حته لحمه ما فيهاش دهون كتير ضيفي ماده دهنيه زي ما انا ضايفه كده بالظبط. تمام يلا بينا، انا هسيبها بس تسخن كده ثانيه وهنزل على طول باللحمه المفرومه بتاعتي. نقول بسم الله اهو. انا بس ايه هبدل زي ما انتم شايفين دلوقتي كده، هبدل اماكن الحاجه عشان عايزه نار عاليه تساوي معايا اللحمه وما تديها صدمه، ما تلحقش تنزل ميتها ويبقى عندي مشكله في اللحمه بتاعتي وتبقى ريحتها مش حلوه. طيب في المرحله دي هعمل ايه؟ هاخد معلقه صغيره من الفلفل الاسود عشان الزفار بس كده، وهبدا كده اشوح اللحمه المفرومه بتاعتي. ونقول الو يا ساره. كيف عارفه ازاي؟ اهلا بيكي يا روحي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام يا قلبي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا. وانا بحبك جدا، ربنا يخليك يا رب يا حبيبتي. وصفاتك الحلوه دي، ايه رايك؟ حاجات سهله وبسيطه عشان الحر اللي احنا فيه. تسلميلي. تسلميلي يا قلبي، تسلمي لذوقك. مش عايزه اي حاجه نعملها لك؟ انا كنت عايزه اعرف بس كيكه الشوكولاته بس عايزاها تكون بدون بيض. من غير بيض؟ حاضر. حاضر. هعمل لك يوم كده نعمل فيها كيك ونعمل فيها الوصفه من غير بيض. حاضر من عيوني. حاضر. قولي لي انت بتخشي تطبخي وكده؟ اه. بتعملي ايه بقى اكلات؟ ايه اكتر اكله انت متميزه فيها؟ يعني كل حاجه بعرف اعملها. كل حاجه بتعرفي. انت عندك كام سنه؟ عندي 17. طب انت لسه صغنونه ما شاء الله، مزمزيل صغنونه. ماشي يا قلبي، تابعينا بقى. ماشي يا روحي. مع الف سلامه يا حبيبتي. سلام يا روحي. بصوا احنا دايما بنعمل حاجه مهمه قوي وبحاول اعملها، ان انا اقدم وصفات سهله وبسيطه، ما بجيبش وصفات طويله وفيها تفاصيل كتير عشان اساعد اي حد بادئ بيخش المطبخ، لسه متجوزه بنوته لسه كده حابه تتعلم، ما تحسش ان الدنيا معقده وان الموضوع صعب، لا يبقى الموضوع خفيف عليها وتقدر تخش وتعمل اللي هي عايزاه. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي بدات تاخد لون بني، وهو ده اللي احنا عايزينه عشان نبدا ننزل بقيه مكوناتنا اهو. وهنا هقلب البطاطس بتاعتي اهو، شايفين محطوط لها بابريكا، محطوط لها فلفل اسود، زعتر، ملح، فلفل اسود قلنا وملح. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه.